يغادر الدكتور محمد يونس داكا متوجها إلى نيويورك. غادر الرئيس المستشار للحكومة الانتقالية في بنغلاديش الأستاذ الدكتور محمد يونس داكا متوجها إلى نيويورك للمشاركة في حفلة المجلس العام للأمم المتحدة. تمت مغادرته في صباح اليوم في الساعة 5:05 من مطار حضرة شاه جلال الدولي بالخطوط الجوية القطرية، ومعه 57 رفيقا من كبار المسؤولين للحكومة. وفي سفره أنه سيشارك في حوامش الحفلة مع كبار المسؤولين من باكستان، نيبال، هولندا، المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، لكن لا أمل في لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المتوقع أنه يرجع إلى الدولة مع رفقائه في يوم الجمعة القادم. المصدر وسائل الإعلام المحلية.